مناش راكدين على القضايا العادله اللي هي قضيه الصحراء الغربيه وقضيه فلسطين. يعني احنا هم معاهم 100% مهما انه رانا في الحراك، لكن مناش ناسين هذو القضايا، ورانا يعني نتتبع الامر ونتتبع هذو الامور. الشعب حراك شعب الجزائر، شعب الثوره الذي احتضن كامل الشعوب العالم القضايا العادله فلسطين والصحراء الغربيه. نحن اليوم كشعب جزائري في الحراك نقول اننا هنا نساند هذه الشعوب كما نساند حراكنا. كما ترون برغم كل الداء اللي فينا وسنوات الجمر اللي مرينا بهم وسنوات القهر اللي عاشهم الشعب الجزائري من الثورة إلى 79 إلى 86 إلى 88 إلى 92 إلى يومنا هذا، الشعب الجزائري عمره ما تخلى عن مبادئه في مساندته لجميع الشعوب المضطهدة.